وحشتني. ما قلتليش يعني جايه. هو انا محتاجه اخد اذن عشان ادخل بيتي؟ مش انت اللي قلت لي انك اجرت الفيلا دي عشان نتقابل فيها؟ اه بس كان نفسي اقابلك في ظروف احسن من كده. هو في ظروف احسن من كده؟ الواد شهد ضد عيسى، يعني كده كده لابس مؤبد على الاقل. ولا تكونش عامل نفسك خارج الخدمه عشان ما اقولكش نتجوز. نتجوز؟ اه لسه ما قالش الاول؟ ولا الهانم اللي خدت لك الفيلا عايزاك فيها فرداني؟ ما تبطلي بقى هري في الموضوع ده. اتجوزني وانا بطل هري. آية. ايه؟ بوليس ليه؟ في ايه؟ كيف السكرتيرة؟ آية يا فندم خير. فين مكتب شريف العايش؟ شريف نزل من نص ساعة. انت ممكن اشوف مكتبه؟ حضرتك معاك اذن نيابة؟ اتفضل. طيب اتفضل حضرتك. سلمى انا بكلمك دلوقتي عشان اقول لك ان كان معاكي حق. انا فعلا كنت اناني لما اتجوزتك، بس ما كدبتش عليكي لما قلت لك ان انا حبيتك. يمكن حبيتك بطمع، انت عايز منك تديني كل حاجه. انا اسف يا سلمى، اسف على اي حاجه وحشه عملتها معاكي، واسف كمان على اي حاجه حلوه ما قدرتش اعملها. الليله دي هكون عندك والمأذون معايا. سلام. ما كلمتش طنط سلمى؟ اه يا حبيبتي كنت بكلم طنط سلمى. حاسك لما عاشتني قوي. انا قفلت التليفون معاها خلاص. ما لقيتهاش هترجع لنا امتى؟ لا يا حبيبتي ما سالتهاش. شريف العايش؟ ايوه يا فندم. مين حضرتك؟ نقيب خالد صلاح. اهلا وسهلا. معايا امر بالنيابه بالقبض عليك. ليه قتلت ياسر الشواربي؟ ما قتلتوش يا فندم. البوليس طلع المسدس اللي اتقتل بيه ياسر من درج مكتبك في الشركة. يا فندم أنا بقالي كام يوم بالظبط بشتغل في شركة مها. إيه اللي يخليني أجيب مسدس ارتكبت بيه جريمة قتل وأشيله في درج مكتبي في الشركة؟ كنت هسألك نفس السؤال. مفيش حد عاقل أبداً يرتكب جريمة قتل ويفضل محتفظ بالأداة، يعني أسهل حاجة في الدنيا كنت اتخلصت منها ليلة الحادثة. مش جايز كنت ناوي ترتكب جريمة تانية؟ حضرتك أنا ما ارتكبتش جريمة أولانية عشان ارتكب جريمة تانية. ثم أنا كنت في فرح ياسر، وأنا بنفسي اللي موديه بإيدي المستشفى بعد ما اتضرب من النار. حضرتك لو مش مصدقني ممكن تسأل أي حد من المعازيم اللي كانوا موجودين، كلهم هيقولوا لك ويأكدوا لك أنا كنت واحد منهم واقف وسطهم. إزاي بقى هكون أنا اللي قتلت العريس؟
جايز اجرت حد يقتله. يبقى المسدس بتاعه هو مش بتاعي انا. يمكن اديته المسدس يقتله بيه ورجعه تاني. معقوله يعني هاجر واحد عشان يرتكب جريمه قتل ومعوش مسدس؟ ده يبقى راجل خايب سعادتك. رد على قد السؤال. انا ما اجرتش حد علشان يقتل ياسر، ثم انا مفيش اي عداوه بيني وبين ياسر عشان اقتله. ولو اتجننت يعني وشايل المسدس اللي ارتكبت بيه جريمه قتل في درج مكتبي في الشركه، على الاقل يعني كنت هقفل عليه بمفتاح سيادتك. وعرفت منين ان درج المكتب ما كانش مقفول بالمفتاح؟ ان ما قفلتش اي ادراج في مكتبي بمفاتيح. وتفسر بايه وجود المسدس في درج مكتبك؟ حد بيكرهني وعايز يلبسني قضيه. حط المسدس اللي حصلت بيه الحادثه في درج مكتبي في الشركه وقال البوليس يفتشوا في درج الشريف. واكيد يا فندم ان هو ده القاتل الحقيقي. بدليل ان المسدس كان معاه لغايه دلوقتي. ومين اللي يقدر يخش مكتبك غيرك؟ اي حد ممكن يخش مكتبي وانا مش هناك. طب ومن بره الشركه؟ صعب شويه. بس ايه؟ اول امبارح دخلت مكتبي في الشركه لقيت عيسى الفقي موجود هناك. عيسى الفقي؟ ايوه يا فندم. رانيا الشواربي كانت بعته لنا علشان هو اللي بيورد لنا رخام المناقصه اللي مهم شاركه فيها. وبعدين؟ ولا حاجه، رجعنا شويه لحساباته وبعد كده مشي. وكان بقاله قد ايه في مكتبك قبل ما توصل؟ يعني 5 دقايق على حسب كلامه هو. وهو عادي كده اي حد يخش اي مكتب في الشركه يقعد فيه؟ يا فندم هو كان قاعد عند مها في مكتبها. بعتتهولي على المكتب عندي. ما كانتش تعرف ان انا لسه ما جيتش. يارا ماشي يا حبيبتي، بابا هيرجع قريب ان شاء الله. انا خدت يارا عندي من ساعتها وما عنديش اي مشكله تفضل معانا والمدام لحد ما نتمنى على الاستاذ شريف. شكرا يا استاذ حسن، يارا هتفضل معايا. اوكي بعد اذنك. كان في حاجة بينهم احنا ما نعرفهاش. لا كنت هعرفها، انا طول الوقت معاهم في الشركة. ايوه بس دول لقوا المسدس في درج شريف. الحكاية دي كلها على بعضها مش داخلة دماغي خالص. اصل هو مش غبي يعني عشان يشبه نفسه. بعدين مين اللي عارف اصلا المسدس في المكتب وبلغ البوليس وراح قال له هاته من هناك؟ ما اعرفش. عموما كل حاجة هتبان. أنا متأكدة إن اللي حط المسدس في الدرج هو اللي بلغ البوليس وهو نفسه القاتل. ما كفاية بقى. قصدي إن إحنا عندنا شغل كتير ومحتاجين نركز. شغل إيه يا عيسى؟ أنت ناسي اللي اتقتل ده أخوه. أنا آسف. عموما كل حاجة هتبان في التحقيق. شريف العايش بيتهمك ان انت اللي حطيت المسدس في درج مكتبه في الشركه وبعد كده بلغت عنه البوليس. طب وانا عامل كده ليه؟ بيقول ان كان في بينكم خلافات في الشغل عند رانيا الشواربي. علشان كده هو سابها وراح اشتغل مع مها. حتى لو كان في بينا خلافات، ايه اللي يخليني البسه مصيبه زي دي بعد ما ساب الشركه؟ طبعا انت ما عملتش كده علشان خلافات الشغل. انت لقيتها فرصه تورطه في الجريمه اللي انت بتحاول تهرب منها. جريمه ايه؟ جريمه قتل ياسر الشواربي. المحكمه برئتني منها. واحنا طعنا ضد الحب واستأنفنا التحقيق معاك وجبنا لك شاهد اكد انه شافك في الفيلا يوم الحادثه وانت بتهرب بعد ضرب النار. كنت عارف انك مستحيل تاخد براءه المره دي غير لو ظهر لنا متهم تاني. اخدت المسدس اللي قتلت بيه ياسر وحطيته في درج مكتب شريف قبل ما يجي. مش مسدسي وكمان مستحيل تكون لقيته عليه بصماتي. لا بصماتك ولا بصمات شريف. طبعا انت مش هتسيب بصمات طول الفترة اللي فاتت دي موجودة.
وهخش شركه مها ازاي ومعايا مسدس واعدي بيه من جهاز كشف المعادن؟ امن الشركه قال لنا ان الجهاز بايظ بقاله اسبوعين، وطبعا المعلومه دي عندك لانك رحت المها اكتر من مره. بس انا ما كنتش جاي للشريف، انا رحت المها وهي اللي بعتتني ليه. انت اللي بعت عيسى لمكتب شريف؟ لا انا كنت عايزه اجيب شريف مكتبي عشان احضر معاهم الاجتماع، ولما سالت عن شريف قالوا لي لسه ما وصلش. في نفس الوقت جالي ضيف تاني بميعاد ثابت. وبعدين عيسى اتكسف يستنى شريف في المكتب عندي، وكمان يحضر اجتماع هو ما يعرفش حد فيه، فاكيد اي حد قعده في مكتب شريف. يعني هو ما كانش قاصد يستنى شريف في مكتبه لوحده؟ يا فندم ما اقدرش اكد لك حاجه زي كده او اقدر انفيها. ما تقدريش تاكدي، لكن في نفس الوقت ما تستبعديش. يا فندم بقول لحضرتك ما اعرفش. طب وشريف؟ شريف اعرفه من فتره قريبه، لكن ما اعتقدش ان هو ليه دخل في قتل ياسر، خصوصا كمان هو متربي معاهم في الشركه. ومعادك في الشركه مع عيسى كان بطلبك ولا كان بطلبه هو؟ بطلبه هو. يعني ما كانش جاي في حاجه مهمه؟ عادي يا فندم، احنا بينا شغل، فهو بيجي لي في اي وقت عادي. ما حبيتش اجي لك السجن. وليد قال لي ان اقدر اجي لك هنا. شفت حيلك. يارا. اطمن. هتفضل معايا لحد ما ترجع لها بالسلامه. هو تكون فهمت ان انا لا طبعا. انا قلت لها انك ما عملتش حاجه وحشه. وانك احسن اب في الدنيا. انا ما قتلتش ياسر. المسدس ده مش بتاعي. ومفيش بيني وبين ياسر أي حاجة تخليني أقتله. أنا متأكدة. ممكن كنا بعاد عن بعض الفترة الأخيرة. بس أنا عارفاك كويس. أنت ما تقتلش يا شريف. وما كانش في حاجة وحشة بينك وبين ياسر. أنا آسف يا سلمى. ما لحقتش أوفي بوعدي أجيب المأذون زي ما وعدتك. أنا ما بفكرش في المأذون دلوقتي. وأنت كمان ما تفكرش فيه. أنا وأنت لازم نفكر في حاجة واحدة بس، إزاي نثبت براءتك من الجريمة اللي أنت ما عملتهاش دي؟ أيوة يا ابني. خلاص شوف هتعمل إيه وقولي. طيب ماشي خلاص. طيب سلام، دلوقتي هكلمك تاني. سلام. سلمى قالت لي إن أنت جبت محامي لشريف. طب ومال؟ هو مش جوز اختي برضه ولا ايه؟ انت طول عمرك بتكرهه عشان اتجوز سلمى غصب عنك، وكنت بتحاول تخليه يطلقها. معلش بقى، راجل في محنه ولازم نقف جنبه. انت مش واقف جنب شريف، انت واقف ضد عيسى. انت قصدك يعني ان لما شريف يطلع براءه عيسى هيتسجن؟ طب ومال؟ المحامي اللي مع عيسى انت اللي جايبه هو، والمحامي اللي مع شريف انا اللي جايبه له. خلي بقى القاضي يسمع الاثنين وساعتها هيحكم بالحق. انت مش عاوز الحق، انت عاوز عيسى يتسجن عشان ما تبقاش اتهزمت قدامي. على فكره انت بنفسك بدات تشكي في عيسى بعد اللي عمله في شريف. اوعي تكوني فاكره انك جايه هنا عشان تعاتبيني اني واقف جنب شريف والكلام ده. انا عارف انت جايه ليه. جايه عشان تتاكدي من حاجه واحده بس. ايه اللي مخليني متاكد ان شريف بريء وعيسى مجرم؟ بس لعلمك بقى، أنا مش هقولك على أي حاجة عندي، وساعتها هتعرفي كل حاجة في وقتها. بس صدقيني يا رنة هتندمي أوي. طول ما القضية في النقد تبقى أنت المتهم الرئيسي، لأن النيابة طعنت على الحكم ببراءتك. جرايه متر، أنت هتقلقني ليه؟ مش هنطمن إلا لما النيابة تسحب القضية من النقد وتستأنف التحقيقات من جديد بأمر من النائب العام. طب وده هيحصل إمتى؟ لما تتأكد إن شريف فعلاً هو القاتل وتصدر قرار بالاتهام في حقه وتحول القضية من جديد للمحكمة. وهم بعد كل ده لسه ما تأكدوش إن شريف هو القاتل؟ صحيح، هم لقوا المسدس في درج مكتبه لكن ما علاهوش بصماته. ولو معاه محامي شاطر هيلاقي أكتر من ثغرة ببراءته. أيوه، يعني كان في دليل إدانة ضده، إنما أنا ما كانش فيه عليا حاجة علشان كده خدت براءة. غلطتك الوحيدة يا عيسى، أقول قدرك، إنك زرت شريف في مكتبه في نفس اليوم.
وده اللي مخلي النيابة شاكة فيك وعندها اعتقاد إن أنت اللي حطيت له المسدس في درج مكتبه. أديك بتقول مجرد شك، إنما مفيش أي حاجة عليا. محدش عارف الأيام الجاية مخبية إيه. قصدك إيه يا متر؟ جايز تظهر أدلة تانية ضد شريف، وجايز تظهر أدلة تانية تبرأ، لكن إن شاء الله خير عن إذنك. سالم كان عندك مشي من شويه، الراجل ده انا ما بقتش مطمنه، احتمال نحتاج لمحامي تاني. بس ده اللي برأك من الاول؟ ده لما كان متاكد ان انا بريء فعلا. هو مش قادر ينسى ان انا خبيت عنه ان انا كنت موجود في الفيلا اول مره. يظهر انها كانت فعلا غلطه. طب ما انت كمان خبيتي عنه وقلت لي ما تجيبش سيره لحد، وكنت فاكره ان انت بس اللي شفتيني. يبقى أنا كمان غلطت. غلطتي عشان كنت خايفة عليا؟ معرفش. اوعي تكوني حاسة إن أنا كمان اللي حطيت المسدس في درج شريف. أنا ما قلتش كده يا عيسى. آه بس شاكة. خايفة أكون بخدعك وما أستاهلش حبك. أنا كان ممكن أستحمل إن أي حد يشك فيا. أي حد. إلا أنتِ. أمال باباكي فين؟ قال لي عد عليه. هو جاي في السكة. أي وأنت عاملة إيه؟ طمنيني عليكي. والله أنا ما بقتش عارفة أنا حاسة بإيه. وليد قال لي إن شريف كان عايز يطلقك من لما اتقبض عليه. كأن ربنا ما كانش عايزنا نتطلق دلوقتي. ليه؟ صعبان عليكي؟ متضايقة؟ أكيد. أنا حاسة إنه بريء. شريف لا يمكن يقتل ياسر ولا أي حد أصلا. طبعا مش هتقولي له طلقني، هو في السجن. هيبقى صعب قوي. شريف صعبان عليا، خصوصا بنته صعبانه عليا قوي. طبعا مقدر الظروف اللي انت فيها واللي هو فيها، هو صعبان عليا جدا، بس انت صعبان عليا اكتر يا سلمى. على الاقل انا بحريتي اروح اجي اعمل اللي انا عايزاه، لكن هو ايه؟ خلاص تلاقيش، كل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. يا رب. افتكرتك في الشركة. لا كسلت اروح. لا انتي مش مكسلة، انتي بديتي تفوقي. مش عايزة تروحي الشركة عشان كل ما هتروحي الشركة تشوفي عيسى قدامك تعرفي قد ايه خدعك. يا مامي كفاية كلام بقى في الموضوع ده. حاضر.
حاضر يا رانيا هسكت، بس هستناكي تيجي تقولي لي انا فوقت وعرفته على حقيقته وهتطرديه من الشركه وقتها ومن حياتك كلها وتخليه ياخد جزائه على قتل اخوكي. رانيا بقى لها يومين ما بتجيش، تعرفش ليه؟ لا. هو انت ما اتصلتش بيها؟ اصل انا بكلمها مش بترد. هي مش بترد عليك؟ انا عارفه انها بتهرب منك، حاسه ان انت اللي وردت شريف في قتل ياسر، وفجاه بقت شاكه في براءتك من قتل اخوها. بتقولي ايه؟ رانيا لا يمكن تفكر بالطريقة دي. رانيا ما بتفكرش غير بالطريقة دي وانت عارف كده كويس. أنا همضي عقد الشراكة مع نعيم ومحتاجاك معايا. محدش هيخاف على فلوسي قدك. أنا رفضت المشروع ده قبل كده. رفضته عشان رانيا. بس هتقبله عشاني. تعرفوا شريف العيش من امتى؟ من اول ما جوزي فتح شركته الله يرحمه. واضح انه كان بيثق فيه جدا، علشان كده ما استغناش عنه لحد ما مات. وشريف قد الثقه دي. غريبه قوي ان انت تقولي كده على واحد متهم بقتل ابنك. انتوا اللي اتهمتوه مش انا. البوليس طلع من درج مكتبه المسدس اللي اتقتل بيه ياسر. ده مسدس عيسى مش شريف، وهو اللي حط له مسدس في درجه عشان ينفي التهمه عن نفسه. هو انت ليه بتبعدي التهمه عن شريف؟ شغله ومصلحته وعشرته مع ياسر. ايه اللي خليه يقتله فجاه؟ تحريات المباحث بتقول ان كان في خلافات بينهم. خلافات عاديه بتحصل دايما. ما تخليش شريف يستقيل ولا ياسر يرفده. بني ياسر الله يرحمه عزمه في فرحه، وشريف شاله على ايده لغايه المستشفى. وانت ازاي بتتهم ياسر الفقي بقتل ابنك ومع ذلك مشغلاه في الشركه عندك؟ مش انا اللي مشغلاه، بنتي اللي مشغلاه غصب عني. ومصيرها تعرف حقيقته وترفده، او انتوا تثبتوا التهمه عليه ويتسجن قبل ما يترفد. تفضل الفطار. كل ده فطار عشان ترم عظمك. ده انت معاك فردتين. بتهزر انت؟ مش احسن ما افضل لاوي بوزي طول النهار زيك كده؟ ما بقتش مستحملني خلاص. انت اللي مش مستحمل نفسك. انا هنزل اجيب شويه حاجات كده لزوج البوفيه، ها؟ ارجع الاقيك مخلص على البنزين ده كله. عشان ما تعطلش بعد اول محطه، ها؟ سلام. داليا، كنت متأكد انك هتيجي. انا اصلا ما كنتش عايزه اجي. كنت هجيلك تاني وتالت ورابع لحد ما صعب عليكي. انا اللي صعبان عليا نفسي قوي. لا منى عارفه اسيبك ولا منى عايزه ارجع لك. أنسة رانيا، مش غريبة إن أنت تشغلي عيسى في شركتك وأنت عارفة إنه متهم بقتل أخوكي؟ أنا شغلت عيسى علشان متأكدة إن هو ملوش دخل بقتل ياسر. وليه متأكدة؟ عشان عارفاه كويس، وكمان يهمني أدور على القاتل الحقيقي. بس والدتك بتقول إن هو القاتل الحقيقي. علشان كان مرتبط بسارة قبل ما تتجوز ياسر. طب وده مش سبب يخليه يقتله؟ ممكن يكون سبب، بس ملوش علاقة بعيسى.
وشريف برضه ما اقدرش اتهمه بقتل ياسر. انت شفتي ليله الحدث؟ شريف؟ لا عيسى. لا ما شفتوش. بس صابر الكهربائي بيقول ان هو كان في الفيلا اليوم ده. لا يمكن كان بيشبه عليه او حاجه. والدتك بتقول ان انت شغلت عيسى في الشركه معاكي غصب عنها. ليه؟ انا شغلت عيسى علشان هو محاسب شاطر وامين. وانا محتاجه شخص زيه جنبي في الوقت ده. وده سبب بيخليك تخسري والدتك عشانه؟ انا ما خسرتش ماما. وفي نفس الوقت ما اقدرش اظلمه. خصوصا يعني بعد ما المحكمه برئته. يعني خلاص؟ النيابة هتسحب الطعن وتحاكم شريف بدلك؟ عايزة تطمني عليا؟ ولا لسه شاكة فيا؟ دي تاني مرة تقولها لي يا عيسى. أيوه. شكيتي لما ظهر حد تاني شافني في الفيلا ليلة الفرح. وشكيتي أكتر لما قبضوا على شريف. متهيألك إن أنا اللي حطيت المسدس في درج مكتبه. وده اللي خلاكي ما تجيش الشركة اليومين اللي فاتوا. أنت لو مكاني يا عيسى كنت هتعمل أكتر من كده. أنا لو مكانك هفكر زيك. أنت أصلك استحملتي حاجات كتير قوي علشان. كان لازم يجي الوقت وتتعبي. وكان طبيعي يجي الوقت وتسألي نفسك يا ترى اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط. أنا مش هقدر أحلف لك إن أنا بريء من توريط شريف في القضية زي ما أنا بريء من قتل ياسر. هسيب المحكمة هي اللي تثبت لك ده اليومين اللي جايين. ومن هنا لغاية ده ما يحصل أنا في أجازة. أجازة؟ أجازة ليه يا عيسى؟ عشان أريحك شوية. وما تفضليش تدافع عني طول الوقت وأنت مش متأكدة أصلاً إن أنا بريء. وعشان حاجة تانية أهم. أنا ما اتعودتش أشوف في عينيك غير نظرة حبك ليا. ما اقدرش استحمل شكك فيا. مبروك علينا توقيع عقد الشراكة. تعرف ان انا قلبي لسه بيدق لغايه دلوقتي؟ وهيفضل يدق لغايه ما نسلم المشروع للوزاره. طيب يا سيدي ربنا يطمن. ده عادي جدا على فكره. يعني مش عشان انا لسه سيده اعمال مستجده؟ لا خالص. كل رجال الاعمال بيبان عليهم كده من بره ان هم مش خايفين. صحيح بنجمد قلبنا واحنا داخلين اي صفقه بس بنفضل خايفين لغايه ما نخلصها. واضح كده ان انا هتعلم منك كتير. الشغل هو اللي هيعلمك. في حاجات كتير ما تتعلمش بالكلام. تعرف ان انت الوحيد اللي شجعتني اشتغل؟ كلهم كانوا متوقعين ان انا هورث الفلوس واحطها في البنك واعيش من فوائدها. اه بس كده تبقى موته مش عيشه. على فكره هم كانوا عاوزين كده. يعني هم كانوا خايفين ان انت تخش البيزنس بتاعهم وتتفوق عليهم. بس انا بقى موعدك بده. على قد ما فرحت جدا بالفلوس اللي ورثتها على قد ما خسرتني ناس كتيره قوي كنت فاكراهم قريبين مني. اللي جرارك الخير ما يستاهلش ان انت تفكري فيه. أما بقى بالنسبة للناس اللي انت خسرتيهم فانت كسبتيني أنا ولا مش كفاية؟ كفاية. أنا حاسس كده إن إحنا دماغنا شبه بعض. تقريباً كده إن إحنا ممكن نتقابل في حاجة تانية بره الشغل. اتفضلي كلي. ايه؟ وانت كل شويه تسيبني وتسافر؟ ما انا بقالي كتير ما سافرتش. وتسافر دلوقتي ليها اصلا وتسيبني لوحدي؟ مخنوق شويه وعايز اغير جو. والشغل؟ خدت اجازه. وراني وافقت؟ ايوه. اوعوا تكونوا متخانقين مع بعض ومخبي عني. بابا. خلاص خلاص اديني سكت اهو. وهتغيب قد ايه؟ لسه مش عارف. كمان. خلي بالك من نفسك.
خلي بالك انت كمان من نفسك. هكلمك اول ما اوصل. ابن حلال، كويس ان لحقتك قبل ما تمشي. معلش يا متر بس عشان مستعجل شويه. ايه يا عم بالراحه علينا، بقى دي اجازاتي، ده انا جايب لك خبر حلو. خير يا متر؟ فضلت ورا النيابه لحد ما سحبت الطعنه على البراءه، يعني خلاص مش هيعيدوا محاكمه عيسي. انا لو خسرته انت نفسك هتخسري. لازم تعرفي ان داليا مراتي زي ما انت كمان مراتي. كنتش فاكره ان انت ضعيفه قدامه بمنظرك. انت بتفكريني ولا بتخوفيني؟ حاولت انسى انك متجوز عليا. انا اللي مهما عرفت عنك عمري ما هسيبك. لازم اكون انا الوحيده اللي يقدر ينسيكي عيسى الفي. ساره مش شايفه اي راجل في الدنيا غير عيسى الفي. مش قادره تفهمي ان ساره دي حب عمره.